وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد أرحب بك، ويعني كما نتابع جهود مصرية حثيثة تبذلها القاهرة لتحقيق التهدئة ووقف العنف وحماية المدنيين، لأي مدى قد تنجح هذه الجهود والاتصالات، وما الذي نحتاجه في الفترة الحالية لتحقيق هذه التهدئة؟ في الواقع أن نحن بصدد تصعيد خطير، كما نتابع عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين ومن الجرحى والمصابين. هناك حالة من التصعيد ربما غير المسبوق على خلاف جولات المواجهات الدموية السابقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. نحن بصدد تصعيد يمثل تهديدا كبيرا حقيقيا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتطلب التحرك لاحتواء ومنع هذا التصعيد، لأن خروج الأمور عن السيطرة سيكون لها تداعيات وعواقب وخيمة. وفي هذا الإطار هنا تبرز أهمية وتحرك مصر السريع وتحرك الرئيس السيسي واتصالاته مع القادة الدوليين ومع القادة العرب، خاصة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني، واليوم مع مستشار النمسا، وأيضا التنسيق مع القوى الدولية في إطار على الأقل لتحقيق التهدئة ومنع هذا التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى عواقب وتكلفة كبيرة بشرية وأمنية وعسكرية في المنطقة. ولذلك الجهود المصرية متواصلة. رأينا أن الجهود المصرية كانت العامل الأساسي حقيقة في تحقيق التهدئة في المرات السابقة، ومنها في مايو 21 ونجحت مصر في تثبيت الهدنة. لكن أنا في اعتقادي التحدي هذا يتطلب التغلب على التحديات، خاصة رضوخ الجانب الإسرائيلي لدعوات وقف التصعيد، وأن يكون هناك يعني الاحتكام إلى لغة العقل والحكمة، لأن التصعيد سيؤدي إلى تصعيد مضاد والعنف يؤدي إلى العنف المضاد. ونحن نعرف أن هذا التكرار لهذه الجولات من الصراع هو نتاج لمرض أساسي مزمن، وهو غياب الأفق السياسي، استمرار الاحتلال، غياب حل عادل وشامل للدولة للقضية الفلسطينية، هو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. وأكد الرئيس السيسي أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لمنع مثل هذه المواجهات الدموية التي يدفع ثمنها المدنيون هو غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، ويعتبر أنها القضية المركزية. ولذلك التحرك المصري هنا على ثلاث مسارات. المسار الأول التحرك الفعال مع أطراف الأزمة ومع الأطراف الدولية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة ومنع تصاعده. التحرك الثاني العمل على تخفيف المعاناة بالطبع عن الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في غزة، ومصر فتحت المعابر وقدمت كعادتها المساعدات الإنسانية للتخفيف عن الفلسطينيين. ثم أيضا المسار الثالث هو التحرك أيضا الدولي والتحرك مع القوى الكبرى، خاصة هناك اجتماع سيعقد في جامعة الدول العربية، اجتماع طارئ من المنتظر أن يعقد يوم الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب من دولة فلسطين. يعني كيف يمكن أن يسهم هذا الاجتماع أيضا في تحقيق حلحلة في الوضع، وربما دعوة الأطراف الدولية للتدخل بالإضافة للجانب العربي لتحقيق التهدئة وضبط الوضع؟ بالفعل يعني هذا التحرك العربي طبعا هو مهم للتعبير بالطبع عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعني رفض هذا الاعتداء وهذا العدوان. الامر الثالث وهو التاكيد واعطاء رساله عربيه ان الدول العربيه هي مع السلام، هي ترفض هذا الاعتداء، وتؤكد دائما النظريه المصريه ان كل ما يحدث هو نتاج لغياب الحل الشامل. ايضا هي رساله للقوى الكبرى، خاصه القوى المنخرطه في المنطقه وعلى راسها بالطبع امريكا، التي اعلنت منذ بدايه هذه الاحداث عن انحيازها المطلق لاسرائيل، بل واعطائها الضوء الاخضر، وهذا ربما يمثل تطورا خطيرا يعني يؤدي الى تشجيع اسرائيل على ان تمضي في سياسه الارض المحروقه وهذه سياسه الانتقام التي يعني نرى حصادها في ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الى اكثر من 500 يعني قتيل في شهيد في يومين فقط. وبالتالي هنا الحاجه الى التواصل مع القوى الكبرى امريكا. نعم 576 شهيد في الضفه الغربيه وقطاع غزه. نعم بالطبع هذا رقم يعني كبير جدا في مطار سياسه الارض المحروقه، لان الذي يدفع الثمن هم الابرياء المدنيون. قطاع غزه لا يحتمل مثل هذه التحديات وهذا التصعيد، ويواجه التحديات الاقتصاديه بالفعل. ولذلك هنا الدرس المستفاد والتحرك في هذه الجوله تحديدا من المواجهات هو انها دقت جرس انذار لضروره التحرك الفعال في تسويه القضيه الفلسطينيه، في الانخراط في عمليه سلام حقيقيه، لان يعني التسكين وربما الهدنه والهدن ربما تكون ليست حلول دائمه،
وانما هناك اطراف تسعى دائما الى كسر هذه الهدن، هناك تشدد، راينا ممارسات بعض المسؤولين في الحكومه الاسرائيليه من استفزازات ومن مواصله الاعتداءات في المسجد الاقصى وغيرها، وبالتالي كل هذه السياسات تقود الى الهويه والى المجهول والى الانفجار الذي نشهده اليوم، الذي لن يكون تاثيره فقط على الاراضي الفلسطينيه واسرائيل وانما ايضا على المنطقه كلها، ومن ثم هنا في هذه المحطه من المواجهات هنا لابد من وقفه مهمه، هناك تحرك فعال مع الجانب الاوروبي مع الجانب الامريكي، هناك ايضا الصين وروسيا التي ابدت ايضا يعني موقفهما بشان العمل على التفاوض حل الدولتين باعتبار ان هذا هو الحل الجذري والشامل لهذه القضيه ومنع تكرار هذه المواجهات الدمويه التي يدفع ثمنها بالاساس الابرياء من المدنيين. نعم دكتور احمد، يعني مع زياده اعداد القتلى والمصابين من الجانب الاسرائيلي ايضا بالاضافه الى من تم اسرهم، هل يمكن ان نرى تعامل مختلف من قبل اسرائيل مع ما يحدث، ربما تلجا الى تغيير المسار من هذا الضغط والاستمرار في يعني وجود رد فعل من قبلها على ما يحدث من الجانب الفلسطيني، هل يمكن ان نرى تغييرا في ردود افعالها واستجابتها لما يحدث؟ أنا في اعتقادي أن إسرائيل الآن أعلنت حالة الحرب، حالة الحرب بتعني يعني حالة نقول القوة الشاملة والقوة المفرطة، خاصة أن أمريكا التي كانت مفترض أن تطبح وتكبح جماح هذا الاندفاع الإسرائيلي أعطت لها الضوء الأخضر وقالت أنها في حق الدفاع عن نفسها، وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير، وهذا التصعيد لن يكون يعني مرجح لأن يستمر الأيام بل أسابيع كثيرة في ظل تعقيد هذه الجولة من المواجهات، في ظل هناك قضايا أخص بالأسرى بالمفقودين، هناك اشتباكات وهناك ما زال حتى الآن دائرة حتى داخل المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي كل هذه التعقيدات تقول أننا بصدد وضع خطير بالفعل، وضع مرشح لمزيد من التصعيد، عدد القتلى والمصابين حتى على الجانبين في خلال يومين فقط يتعدى المئات، وبالتالي هذا بيعني أنه هناك حاجة إلى ضرورة العمل على الضبط النفس على كبح هذا الاندفاع، لان هناك طائرات تغذي في اسرائيل سياسه الارض المحروقه والانتقام، وراينا القصف المتواصل ليلا نهارا على كل مناطق قطاع غزه دون تمييز لاهداف مدنيه وغيرها من اهداف، وبالتالي هناك تصعيد خطير يتطلب التحرك العاجل خاصه من جانب المجتمع الدولي والقوى الكبرى. اشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف.